منذ بداية الجائحة، وحنا يا في الصفوف الأمامية وحنا مقاتلين وحنا واقفين وما عندناش مشكل، وحنا جد فخورين أننا في الصفوف الأمامية وأننا كنخدموا المواطنين برغم هذه الظروف اللي هي كارثية، برغم الخصائص المهول، برغم الانتقادات اللي كنسمعوا من المواطنين لأنهم كيظنوا أننا حنا اللي كنتخاذلوا على العمل ديالنا، في حين كاين واحد الخصائص مهول لأن ممكن أن ممرض يحضي 30 حتى 40 مريض، فأوتوماتيكمون المريض كيقول لك شفتك مرة في النهار عادي غادي يشوفك مرة في النهار حيت كاين غير أنت بوحدك. مع ذلك حنا صابرين ومقاتلين من أجل المواطنين ومن أجل الوطن ديالنا. مطالب ديالنا هي مطالب جد مشروعه، واللي هي فقط 6 مطالب واللي كتجلى في الانصاف والتعويض على الاخطار، فاخراج هيئه خاصه بالممرضين وتقنيين الصحه، اخراج مصنف الكفاءات والمهن، انصاف ضحايا المرسوم، وكذلك ادماج جميع ممرضين العاطلين وبالضبط بدون تعاقد. الوزاره الصحه اللي دفعتنا اننا نديروا الاضراب واننا نوقفوا العمل، وبهذه المناسبه انا كنعتذر لجميع المواطنين اللي اليوم غادي يمشيو للمستشفيات وما غاديش يلقاو الممرضين، فاحنا جد متاسفين لهذا الوضع، وانما راه وزاره الصحه اللي دفعت الممرض وتقني الصحه اليوم انه يقوم بهذا الاضراب ديال اليومين. هو بطبيعه الحال المطالب اللي ما فاتئت فئه الممرضين وممرضات وتقني الصحه تناديو عليها من قبل الجائحه، وزادت بانت في ظل الجائحه، منها اخراج مصنف الكفاءات، ثانيا المساواه في التعويض عن الاخطاء المهنيه، وكما تعلم الجميع ان الاخطاء المهنيه تتمس جميع فئات الصحيه بما فيها الممرضين، اذا حنا تنطالبوا بالمساواه في هذه الاخطار والزياده فيها. اللي بغي نقول هو انه الاضراب حنا كممرضين صراحه ما بغيناش كنا ندعيو ليه، ولكن في ظل هذه الظروف اللي عشنا وفي ظل هادشي اللي تعرضنا ليه دعينا ليه. اللي بغي نقول هو انه الممرضين راهما في الصف الاول، وحنا حاربنا الجائحه ومازال غنحاربوا، وحنا تنقولوا على انه حنا في خدمه المواطنين وفي خدمه الوطن ضد هذه الجائحه، ولكن خاص غير المسؤولين هما اللي يلبيو لنا المطالب ديالنا اللي هي مطالب حقانيه الى صح التعبير،